دايما الانسان بيتساءل ازاي بعد الموت هيبعث وبعدين يعيش الى الابد، حياة ابدية بلا شيخوخة بلا ضعف بلا موت بلا تعب الى الابد ازاي؟ ما هو ربنا ضرب لنا مثل بالخلية السرطانية، صنع لنا خلية سرطانية لا تموت، تنقسم وتتكاثر وتكبر في العمر ولا تشيخ ولا تتعب ولا تضعف وتعيش للأبد ولا تموت إلا بعدوان من خارجها، بعكس أي خلية طاقتها محدودة وتموت من جواها ونشاطها بأجل. ده مثال بسيط كل الدكاترة يعرفوه والعلماء بتوع السيتولوجي يعرفوه، وربنا بيهيئ لنا مثال من حياتنا كأنه بيقول اللي عمل الخلية دي اللي ما تموتش يقدر يعمل الإنسان في نشأة أخرى كله من خلايا بالشكل ده فيعيش ولا يموت. إيه ده؟ ما ده مثال بديكم مثاله، وربنا بالفعل ورانا قدرته في هذه الخلية المرعبة، خلية السرطان التي لا تموت. ودايما ده شأن ربنا في التعريف، يعرفنا بأمثلة من الكون اللي احنا عايشين فيه واللي احنا شايفينه قدامنا. الكون يا إخواني هو القرآن الثاني المكتوب بحروف القدرة وبآيات الصوت والصورة والطاقة والكهرباء والمغناطيسية وأطلس النجوم والحاجات دي كلها. آيات هذا الكتاب هي آيات الآفاق، ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق. وقراءة هذا الكون هو أمر يطالب به كل ذو عقل وكل ذو لب، كل إنسان عنده عقل وعنده لب لازم يقرأ الكون. أما الكتاب الثالث فهو نفسك التي بين جنبيك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وآيات هذا الكتاب الثالث اللي بسميه كتاب النفس هي نفسك، نفس ذاتها، نفسك في غموضها واستسرارها وفي عمقها وفي دلالتها، وهي آيات لا تدحض لأنها نفسك ذاتها لا تستطيع أن تنكر نفسك. ثم أن الله يعاتبنا في النهاية، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ يعني هل كان لازم يعني أجيب الكتب والقرآن والكون ونفسك كمان كتاب ثالث وأقيم الحجج دي كلها؟ يعني أولم يكن من الواجب أن تكتفوا بشهادتي أنا، شهادة الله سبحانه وتعالى، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ هل كان لازم كل الأدلة والحجج دي كلها؟ طب ما هو المفروض تكتفوا بشهادتي، شهد الله أنه لا إله إلا هو، أبعد شهادة الله يكون هناك شك؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط؟ يعني ما زالوا في شك. وحيظل ليوم القيامة الناس في شك لأن عقلهم عمال يودي ويجيب. لكن أنا هقول لكم تذكروا دائما، إذا راودكم الشك في حكاية البعث وحكاية الإنسان اللي ما يموتش، تذكروا هذه الخلية العجيبة التي لا تموت اللي ربنا ضربها مثل، خلية السرطان المرعبة اللي ربنا ضربها مثال على قدرته، وهي خلية تنقسم وتتكاثر ولا تشيخ ولا تضعف ولا تتعب ولا تموت. فده مثال على قدرة ربنا، وإن شيء طبيعي جدا إذا كان عمل خلايا زي دي هيقدر يعمل إنسان كله خلايا بالشكل ده ويعيش وما يموتش، مجرد مثال.